اهلا وسهلا ومرحبا متشبعينا الكرام، متشبعين جريدة ديسبريس، مرحبا بكم في فيديو جديد داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. كنرحبوا بكم في هذا الفيديو. اليوم معنا في الطريق الرابطة بين بن سليمان وعين الدخلة، الطريق اللي كتعرف حالة كارثية. هاد الطريق بعدا اللي هي اصلا طريق رابطة بين مجال غابوي كبير اللي كتعرف توافد ديال العديد من السياح في الوقت ديال الربيع، كذلك طريق اللي كيستعملوها اصحاب الشاحنات بشكل يومي. وهاد الطريق اللي طريق وطنيه، رغم ان هاد الطريق ما مده الشغله واحد الخراب ديالها طالش بزاف بدون حاسب ولا رقيب. واليوم جينا درنا هذا الفيديو باش تحرك الجهات المسؤوله ويقوموا بعدا بواحد المراقبه ديال هاد الطريق ويقوموا باصلاح ديالها، حيت الطريق راه ولات كتعرف حاله كارثيه كما كتشوفوا معنا. وبالفيديو غادي نعرضوا لكم مقتطفات من الكماله ديال الطريق، حيت كما كتشوفوا الطريق صعب علينا اننا نمشيو معها لتواجد عدد كبير من الشاحنات اللي كيتوافدوا عليها. كما كنشوفوا السبب الرئيسي في خراب هذا الطريق هو التوافد الكبير ديال الشاحنات. كما قلنا هاد الطريق اللي كتربط ما بين بن سليمان وعين الدخلة، عين الدخلة منطقة سياحية بامتياز اللي كيعرفوها العديد من الناس من المغرب كامل الحمد لله. كنتمناو من الله ومن الجهات المسؤولة أن يكون شي تدخل، تكون شي مراقبة للطريق، ويكون شي إصلاح للطريق، حيت الطريق كتعرف في منطقة غابوية سياحية، يعني ضروري خاص الطريق تكون مقادة باش تقدر تستقطب لينا السياح، تستقطب لينا الناس. الطريق راه ما كاينش اللي يقدر يشدها دابا من غير أصحاب الشاحنات. كما كتشاهدوا معنا متشبعينا، كتشوفوا هنا الحالة الكارثية ديال الطريق. الطريق اللي سنوات ما عرفت لا اصلاح لا توسيع لا مراقبه ديال الوزن ديال الشاحنات اللي هو السبب الرئيسي اللي فرع الطريق. وكما كنعرفوا حنا مقبلين على واحد ليفيلمون اللي كبير اللي هو شخلا واحد غيهز القيمه ديال بن سليمان. كما كتشاهدوا معنا حاله كارثيه بجميع المقاييس. هاد الطريق اللي سنوات وكتعرف توافد كبير في وقت الربيع للناس اللي كيبغوا يستمتعوا بمناظر الطبيعه، رغم ان الطريق ما عرفت لا توسيع لا اصلاح لا حتى حاجه لا مراقبه. وكما كنشاهدوا ان الطريق في حاله كارثيه، طريق حاله كارثيه. والسبب الرئيسي كما كنقولوا في هذه الحاله ديال الطريق انه كتعرف توافد كبير ديال الشاحنات اللي كاينين عده مقالي هنا، وبامكانهم انهم يصلحوا الطريق اللي يستافدوا منها اصحاب الشاحنات، يستافدوا منها الساكنه، ويستافدوا منها الزوار اللي بغيو يزوروا المنطقه. ولكن كما كتشوفوا معنا لا حاسب ولا رقيب، كنطالبوا من الجهات المسؤوله يكون شي تدخل وتكون شي رؤيه لهذا الطريق وتكون اصلاحات في اقرب وقت باذن الله، حيت كما كتشوفوا حاله كارثيه بجميع المقاييس. وهذا الشيء غير البدايه ديال الطريق، الطريق كامله على مده على مسافه ديال تقريبا شي 9 كيلومتر كامله في حاله كارثيه، يعني ما يقدرش يمشي بها بنادم بالسياره. وهذا الطريق راه كما قلنا راه ما كيستافدش منها غير اصحاب السياحه ولا الناس اللي كيجيو يتمتعوا بمناظر ديال الطبيعه، كيستافدوا منها كذلك اصحاب الشاحنات اللي كيتوجهوا للمقاليع، كيستافدوا منها ايضا الناس اللي ساكنه في عين الدخله، حيت الطريق رابطه بين بن سليمان وعين الدخله، وعين الدخله كتعرف كثافه سكانيه مهمه. كما كتشاهدوا حنا واقفين وتوافد عدد كبير من الشاحنات، ما كيتوقفوش الشاحنات. يعني كما كتشوفوا الا جاوا غير جوج الشاحنات اشكال باش يدوزوا دقه واحده، يعني حاله كارثيه بجميع المقاييس. لهذا كنطالبوا وزاره التجهيز ولا الجهه المسؤوله على هذا الطريق هذه باش تقوم بواحد النظر، اعاده النظر واعاده الهيكله ديال الطريق والتوسيعه ديالها واصلاح ديالها، خصوصا حنا في بن سليمان مقبلين لحدث كبير. كنتمنوا من الله الصوت ديالنا يوصل للجهات المسؤوله وفي اقرب وقت نشوفوا ان شاء الله تغيير في الطريق. وشكرا.